دكتور زياد، حضرتك يعني أكدت القطاع الخاص له وضعه في الدولة، الدولة لها أيضا كمؤسسات لها دور في الاقتصاد إلى آخره. يعني فكرة المشاركة ما بين الاثنين، يعني حضرتك برضو قلت إنها ممكن تتحقق بوسائل كثيرة، يعني أنت متفائل في هذا المجال؟ متفائل في حاجة ومترقب، مش بحبش أقول متشائم، ومترقب. متفائل إن إحنا من سنة ونص تقريبا مع صدور وثيقة ملكية الدولة كان في زخم حصل فعلا. وده بالمناسبة كان قبل دخول في اتفاقات مع صندوق النقد الدولي، عشان مسألة إن يبقى كل حاجة كأننا بنرضخ فيها للضغوط الخارج غير صحيح. ودي كانت مناقشة وطنية واشترك فيها ناس كتير جدا، وخلافات شديدة، وعقدت لها ندوات كثيرة، وعقدت لها فيها ندوات كثيرين يعني. وكتب فيها، والمجتمع الأعمال كان بيتكلم. ويعني طب ماذا بعد سنة ونص؟ صدرت وثيقة ملكية الدولة وبدأ في تنفيذها، لكن الأمور ماشية ببطء شديد. أنا مقدر طبعا أن الحكومة تجد نفسها أمام أزمة اقتصادية حلة، لكن بالعكس أنا بقول في ظل هذه الأزمات أفضل تصرف إن أنا أوري العالم كله والمستثمرين المصريين إن إحنا اللي اتفقنا عليه وأعلناه متمسكين بتطبيقه، ملتزمين بيه، ملتزمين بيه. وعايز أقول لحضرتك الناس مش بتترقب بالضرورة إن يتم بيع شركة أو اتنين أو عشرة، لكن إنه في برنامج ماشي بيتقدم خطوة خطوة. يعني مجرد لو الحكومة تقول الشهر الجاي هيبقى فيه كذا شركة واللي بعده كذا، وإحنا النهاردة بنقيم وبكرة بنعمل وهنطلع قانون كذا، وفي فعلا قرارات المجلس الأعلى للاستثمار اللي صدرت من شهر قرارات مشجعة، لكنها قرارات برضو في السياسة الاقتصادية محتاجة أنها تتطبق. وبعدين في قوانين طلعت من مجلس النواب مشجعة. الإيقاع ده مهم، الإيقاع ده مازال بطيء. مازال بطيء، محتاجين زخم أكتر، التسريع يعني. وأنا زي ما متحرك لذلك بمنتهى الدقة، أنا تفائلت في بداية المشوار ده، لكن متشوق ومترقب انه يحصل يعني تسريع ووتيره مختلفه خالص. والحقيقه وضع طبيعي ان احنا بعد سنه ونص نقول اين هي وثيقه ملكيه الدوله. صحيح. او تخرج الدوله. صحيح. طيب حضرتك كتبت مره عن المواطن والضرائب، وسالت سؤال هو الحقيقه بديهي لكنه سؤال جميل وينتظر الكثير، لماذا ندفع الضرائب كمواطنين؟ المقاله دي الحقيقه زعلت مني ناس كتير قوي، لأنه الناس طبعا اللي عرفهم وأصدقاء وأقارب وكل حاجة وزملاء، السؤال هو أنا بدفع ضرائب وما باخدش المقابل بتاعها اللي المفروض يتناسب مع ده. والحقيقة سؤال مشروع، ما فيش كلام، يعني المفروض أن احنا كمواطنين بندفع في الخزانة العامة للدولة كلنا عشان الدولة بتصرف. أنا كل حابب أقوله كنت أنه من حقنا نطالب بحقوقنا من الدولة، ولازم نطلب، ولازم الناس تقول طب انا بدفع للتعليم كده، انا بدفع للمستشفى اللي انا ساكن جنبها بالشكل الفلاني، ده حقنا، ولازم الناس تقول وتكلم. من يمثلها تشتكي البرلمان، تتكلم في الاعلام، لازم. لكن ما نوقفش دفع الضرائب على ده، لانه لو كل واحد ابتدى يقول ما انا ما باخدش من الدوله مش هدفع الضريبه، ده تبقى فوضى ما حصلتش، ومفيش بلد في الدنيا تمشي بالطريقه دي. والعالم كله الناس بتشتكي من 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 انا باخد ايه وما باخدش، لكن مبدا دفع الضريبه كما هي واجب. ده يجب ان يكون، ده بيسموه المواطنه الاقتصاديه. يعني انا مواطن لاني ابن البلد وعليا واجبات سياسيه وقوميه، وعليا واجب اقتصادي اساسي وهو دفع الضرائب، مفيش اهم من دفع الضرائب. فانا كل اللي عايز اقوله كنت شكوتنا من ان المقابل مش كافي قد تكون في محلها، ولازم الناس تطالب بحقوقها، لكن لازم يكون في عمق اكتر بكتير جدا في الاقتناع في البلد هنا بان الضرائب دي مساله ليست محل بحث، ندفع الضرائب ونطالب بحقنا، لكن لازم الضرائب تكون. ومن اكبر مشاكل بلدنا لحد النهارده انه المجتمع الضريبي مش كافي، يعني في جزء من المجتمع بيدفع ضرائبه، يعني التهرب. ومازال في طبعا تقصد ان التهرب الضريبي تهرب موجود، وفي يعني تسرب وفي فجوات كتيره بتخلي ان العبء الضريبي واقع على جزء من المجتمع مش كله. هو الذي يدفع والباقي لا يدفعون. طبعا
فاحنا محتاجين الموضوع ده يبقى يعني بقدر اهميه اداء الخدمه العسكريه، او مثلا الواحد يبقى يعني حضرتك فكري ايه اكبر واجب على المواطن في الجانب الاقتصادي؟ هو دفع الضريبه. طيب حضرتك برضو اتكلمت على الاستثمار في بلدنا حاليا، وقلت انه يحتاج جذب الاستثمار في مصر الى نوع من التحديث، ويعني نوع من انواع الجذب للمستثمرين بشكل افضل. ايه مواطن الضعف في هذه الحاله بالنسبه لنا عندنا حاليا؟ يعني هقول لحضرتك هي حاجه انا فعلا كتبتها من بضعه اسابيع. لما لقيت انه في جهد مبذول مفيش شك، وانا هيئه الاستثمار يعني دائما مقدر لشغلها، وكنت رئيسها 3 سنين من عمري، وبفخر بكل يوم فيهم وبزملائي في هذه الهيئه، وعندها الكفاءه بالمناسبه. اللي لاحظته ايه؟ ان احنا ما زلنا بنعتمد في مصر على معايير لترويج الاستثمار ادمت، بقت لغه قديمه. لترويج الاستثمار يعني الدعايه للاستثمار في بلدنا. بالظبط كيف؟ يعني لما نكون ما زلنا النهارده بنقول انه من عوامل جذب الاستثمار في مصر انه تاخد الرخصه في خلال كذا، والتصريح في خلال كذا، ولما تعوز ارض هتلاقيها، هي مشاكل فعلا ولازم تتحل، لكن ما بقاش ده المعيار اللي العالم شغال عليه، لان هي دي بديهيات. اعتقد بديهيات يعني طبعا. هل محلوله؟ لا مش كلها محلوله، لكن دي لازم تتحل يعني بطبيعه الحال. لكن لما نيجي نشوف النهارده العالم بيقارن بايه، مفيش حد بيطلع النهارده في تلفزيون اجنبي ويقول تعالوا بلدي لان انا بطلع رخصه في 20 يوم، مش موجود الكلام ده. الناس بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على بنيه تحتيه، بتتكلم على مستوى التعليم في البلد والتدريب المهني، وبالتالي كاني بيقول لي لما تيجي عندي هتلاقي عمالة مدربة، وهتلاقي كل الكفاءات اللي انت عايزها، والمهندسين والصنايعية وإلى آخره. بتتباهى البلاد ببنيتها التكنولوجية، معناها لما تيجي مش هتلاقي أي مشاكل في الحصول على مستوى التكنولوجيا اللي انت محتاجه. بتتباهى بسرعة المعاملات الجمركية، بتتباهى بالموانئ وقدراتها، بتتباهى بعمق الصناعة عندها، فلما تيجي تصنع عندي هتلاقي كل مستلزمات الانتاج. أنا كنت اللي بتمناه كنت وبقول ان الوقت حان ان احنا نترك بقى يعني قضيه الاجراءات البسيطه دي. ايوه طبعا ننفذها ونصلحها، لكن يعني الاعلان عنها ليس هو الجاذب للاستثمار. بالعكس فعلا الحقيقه بقى اعلان يعني. بقى اعلان بيضر بالاستثمار. يعني لما حد يسمع يقول الله انتوا لسه بتحلوا مشكله الرخصه اللي في 15 يوم، مش ده الحوار الجاري دلوقتي.